بعد تحرير كامل مديرية حريب جنوب مارب، استمرار التقدم للسيطرة على العبدية. معارك قرب أم ريش والعمود جنوب مارب وتقدم في برط العنان بالجوف. ريش الحوثي تستغل انقطاع الانترنت وتشن حملة اختطافات في صنعاء ومناطق سيطرتها. الثامنة والنصف بتوقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. بعد نحو 5 أشهر على سيطرة ميليشيا الحوثي عليها، تمت السيطرة على حليب مارب الاستراتيجية، ويستمر التقدم إلى الطريق الرابط بين البيضاء ومارب للسيطرة على العبدية جنوب جبل مراد في مارب. سيئهم حسين بدر الدين الحوثي فوق شعار الاستعمار الله أكبر. دخلت ألوية العمالقة إلى قلب مركز مديرية حريب، هنا كان الحوثيون، ومن هنا فر من استطاعت رجليه أن تأخذه. إنه التقدم الأبرز في سير المعارك والنصر المؤزر الذي لطالما انتظره اليمنيون لكسر عنترية الحوثي وحماية العزيزة مأرب. تتغير خارطة السيطرة الجنوبية مدينة مأرب في ظل تحركات استراتيجية تعتمد التنسيق بين القوات على الأرض وكذا الجو، وهما العنصران الأساسيان اللذان حققا تقدما حقيقيا ومفصليا في سير المعارك التي تضرب من ناحيتين، إحداهما يشير إلى البيضاء والآخر من الطريق القريبة إلى تخوم مدينة مأرب. هذا ويقول سير المعارك أن القوات التي اعتمدت على شكل المشتركة بين العمالقة والحكومية لم تكتفي بدخول حريب من ناحيتين، بل تم التقدم إلى الجفرة لتأمين النصر أولا والسيطرة على جبالها المطلة على حريب بعد السيطرة سابقا على جبل شقير، ما يعني بأن هناك ضمانا للنصر والانطلاق إلى مرحلة عسكرية جديدة. بسيطرة قوات العمالقة والحكومية على طريق الجفرة، تقول مجريات الأحداث أن هناك تقدما فعليا صوب العبدية جنوبية جبل مراد، وهي المديرية التي تملك استراتيجية عسكرية تقطع خط إمداد الحوثيين بين محافظتي مأرب والبيضاء لقربها من الخط الإسفلتي وأحد أهم خطوط الإمداد بالعتاد والمقاتلين. انهيار لميليشيات الحوثي عبارة هذه المرة لا تقبل القسمة بين الترويج للانتصارات الوهمية وبين الرسائل الإعلامية، بل هي انهيارات حقيقية وواقعية على ناحيتين، سياسية وأخرى عسكرية. فالسياسية منها تتمثل بإجماع دولي على ضم الحوثيين إلى قائمة داعش والقاعدة في خانة الإرهاب، ما يعني انتهاء أمل الميليشيات الحوثية في مرحلة محاصصة مقبلة. وما يعزز ذلك هو الانهيار العسكري بعدما حشد الحوثيون آلافا من المقاتلين إلى مأرب على مدى عام كامل، وعادت القوات توابيتا وجثثا هامدة أصابت الكثرة العددية وألغت كافة الطموح الميليشيات في السيطرة على مثلث القوة الذي يتركز على الأرض والشعب وضلع الثالث مأرب الثروة. مستجدات النصر تقول الأيام المقبلة بأن هناك مناورات على ملفات كثيرة يقبع الحوثيون فيها كحلقة أضعف، ومن آمن بالنصر فالنصر قريب.
هذا وتواصلت المعارك بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي قرب أم ريش وجبهة العمود جنوب مأرب، تزامن ذلك مع تقدم للقوات الحكومية بمديرية برط العنان شمال شرق الجوف وسط خسائر كبيرة للحوثيين. تحتدم الاشتباكات جنوب مأرب وتتساقط مع كل ضربة جحافل الميليشيات في الصحاري وجبال المحافظة. يقول أبطال القوات الحكومية أن معركة ليلة البارحة كانت أكثر شراسة، رافقتها ضربات جوية ومدفعية دقيقة أودت بالعشرات من عناصر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، كما يؤكدون أنهم باتوا يرابطون على بعد أمتار من معسكر أم ريش في وقت يحاصرون قرية العمود من ثلاثة اتجاهات. المعارك الجارية جنوب مأرب معارك ترفع الرأس، أصبحت محرقة في يعني في واقعنا الآن لميليشيات الحوثيين، أصبحوا في المناطق الجنوبية للمحافظة في حالة ذعر، قتلهم بالمئات، وسائلهم العسكرية تحترق كما الأشجار يعني كما حطب الأشجار، أصبحوا في حالة لا يرثى لها، ونحن إن شاء الله في يومنا هذا نحن مطلون على قرية العمود من عدة اتجاهات، وفي الأيام القادمة بإذن الله ستسمعون أخبار الجوبة وما بعد الجوبة، وإن شاء الله نلتحم بجبهات إخواننا الأحرار ونكون كتفا لكتف، وإن شاء الله الأمور طيبة ونبشركم بالنصر. أما في شمال شرق الجوف دارت مواجهات ليلية مستعرة بين قوات المحور الشمالي وميليشيات الحوثي الإرهابية، تمكنت القوات الحكومية خلالها من إحراز تقدمات ميدانية انتهت بالسيطرة على مواقع استراتيجية في مديرية برط العنان. بالتزامن شن أبطال القوات الحكومية مسنودين برجال القبائل هجوما خاطفا على مواقع عناصر الميليشيات في المناطق المفتوحة بالقرب من قرية العمود وجبل النقعاء، مخلفين عشرة القتلى والجرحى في تلك العناصر. تشتد ضراوة المعارك هنا في الجبهات الجنوبية، حيث يخوض أبطال القوات الحكومية مسنودين بالقبائل معارك متواصلة على مفترق الجبهات القتالية بدءا من دنا وكذلك أيضا جبهة العمود المتواجدين نحن حاليا فيها، وأيضا معركة أم ريش التي سطر فيها أبطال القوات الحكومية معارك عنيفة ضد الميليشيات الحوثية. طيران التحالف أيضا يشارك وباستمرار قتل الميليشيات تسقط بالمئات على هذه الجبهات المشتعلة، تتوازي معارك الجنوبية في هذه الجبهات مع تقدمات ألوية العمالقة في مديرية حريب. الآن متقدمين في الجبهات الشرقية الجنوبية من العمود، ونحن على بعد كيلوهات من جبهة العمود قرية العمود، وإن شاء الله نحن متقدمين من كل يوم بالأفضل. الخسائر المستمرة للحوثيين في حريبة ومديرية الجوبة جعلتهم يعيشون وضع انهزامي، وتسعى الميليشيات للتعميم على تلك الهزائم والانتكاسات بكل ما تستطيع. عبد العالم دحلان، اليمن اليوم، مأرب. في تعز استشهدت امرأة وأصيب زوجها باستهداف حوثي لحي الشماسي شرق المدينة، وأوضحت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المتمركزة في تبة السلال أطلقت فجر الثلاثاء قذائف على حي الشماسي، ما أدى إلى احتراق منزل المواطن عبد الله سعيد قائد الذي أصيب بجروح من الدرجة الثالثة واستشهاد زوجته اختناقا. قامت ميليشيات الحوثي الإرهابية بالقصف على الأحياء الشرقية حي الشماسي، ما أدى ذاك القصف إلى إحراق أحد منازل المواطنين. استشهدت زوجته نتيجة الحروق، حيث أدى ذاك القصف إلى إحراق منزله، وكذلك أصيب بحروق بالدرجة الثالثة والأولى بنسبة 70% من جسده. هذه الحروق تؤدي إلى وفاته. تعددت صنوف الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين، منها الاتصالات والإنترنت واستغلالها في أهدافها العسكرية والسياسية والاقتصادية والتغطية على جرائمها بحق المدنيين. منذ ليلة الجمعة الماضية واليمن تعيش بمعزل عن العالم نتيجة استخدام الميليشيا الحوثية لشبكة الاتصالات والإنترنت كسلاح في حربها على اليمن واليمنيين.
شلل شبه كامل أصاب كل مناحي الحياة وألحق خسائر كبيرة في مختلف القطاعات الحيوية والاقتصادية، وتوقف لمعظم المعاملات البنكية والمصرفية، فضلا عن إعاقة عمل معظم المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية. بكل تأكيد تأثر محررو الأخبار وتأثرت غرف الأخبار من هذه الإشكالية من انقطاع الإنترنت. نعرف الأهمية والاعتماد الكبير للمحررين وحول ما يجري في الساحة ومتابعتهم للأخبار الجارية في اليمن. الميليشيا الحوثية تستغل انقطاع الإنترنت في ممارسة الانتهاكات، وهي تعرف أن الإعلام الذي يرصد كل الانتهاكات التي تمارسها يعني مع انقطاع خدمة الإنترنت لن يتمكن من نقل كل الحقيقة وكل الصورة. تستغل ميليشيا الحوثي شبكة الاتصالات والإنترنت في اليمن لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وعسكرية دون أي اعتبار لمعاناة الناس ومصالحهم، بالإضافة إلى التغطية على خسائرها الكبيرة في محافظتي مأرب وشبوة، ولا سيما بعد دخول ألوية العمالقة إلى مديرية حريب ووصولها إلى مشارف الجوبة. انقطاع شبكة الاتصالات بما فيها الإنترنت أثر تأثيرا كبيرا على الحياة العامة داخل البلد. الحوثيين استفادوا من هذه العملية في ارتكاب الكثير من الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين، خصوصا في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. عمدوا من خلال انقطاع شبكة الإنترنت إلى تحشيد المغرر بهم إلى الجبهات، ودفعوا بهم إلى الجبهات، لأنه الناس طالما الإنترنت منقطع مش عارفين ليش اللي يحدث داخل الجبهات. كل الذين يذهبون بهم إلى الجبهات يعودون جثث مجندلة، وبالتالي المجتمع نفسه مش عارف في إطار سيطرة الحوثيين، مش عارف إيش اللي يحدث لأبنائهم في 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 داخل الجبهات. خبراء في الاتصالات والإنترنت أعادوا سبب انقطاع خدمة الإنترنت في اليمن منذ ليلة الجمعة الماضية إلى تعمد الميليشيا الحوثية لقطعها في محاولة منها لابتزاز المنظمات الدولية باتهاماتها للتحالف العربي. لقناة اليمن اليوم، فؤاد المجيدي، محافظة مأرب. وبالعودة إلى المعارك في مأرب وخصوصا قرب أم ريش والعمود وأيضا برط العنان في الجوف، وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا من مأرب والجوف عبد العالم دحلان. عبد العالم، مرحبا بك، ماذا لديك من جديد بشأن مستجدات؟ نعم، إذن استغلت ميليشيا الحوثيين قطع الإنترنت في اليمن لتنفيذ حملة اعتقالات في صنعاء والمناطق الخاضعة لها وسط تعتيم حوثي كبير وتحكم في تدفق المعلومات. حملة اعتقالات واختطافات واسعة في العاصمة صنعاء قامت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية وتلفيق تهم كاذبة وكيدية لكل من يخالفها الرأي منذ انقطاع خدمة الانترنت التي تعمدت قطعه منذ عدة أيام. مصادر أمنية في صنعاء قالت إن الحملة الحوثية طالت عشرة المشرفين والقيادات الوسطى عن المربعات والأحياء في صنعاء الذين تخلوا عن الجماعة ورفضوا الذهاب إلى جبهتها المنهارة في مأرب، إضافة إلى قيادات وشخصيات قبلية واجتماعية في صنعاء والمناطق المحيطة. وتستغل ميليشيات الحوثي انقطاع الانترنت والعزلة المفروضة على اليمن لارتكاب جرائم وانتهاكات واختطافات لن تجد طريقها للإعلام وسط تعتيم حوثي كبير وتحكم في تدفق المعلومات. وفرضت الميليشيات جبايات مالية كبيرة على أصحاب المحلات التجارية وشركات الصرافة، ونفذت حملة ابتزازات واختطافات بحق من يرفض الامتثال للجبايات الحوثية. ونوهت المصادر إلى أن الميليشيات وجدت في انقطاع الانترنت فرصة لمداهمة واقتحام واعتقال عدد من منازل ضباط في الأمن السياسي واعتقالهم واختطاف واعتقال المشايخ والوجهات الاجتماعية بذريعة تقاعسهم عن الحشد للقتال في صفوفها في ظل الخسائر الكبيرة التي تتكبدها في جبهة القتال. مستمرة النشرة وفيها بعد الفاصل. خطة استيطانية إسرائيلية جديدة لمصادرة أكثر من 500 دونم من أراضي القدس المحتلة.
نبحث عن الحقيقة في كل مكان، نتابع الأحداث ونأتي بالخبر اليقين، نسعى لنقل الحقيقة، أن نكون لسان المواطن، تعاملوا مع الأحداث بحيادية وتجرد. عبد الوهاب نمران، أكرم سران، شرف الشمري، معين ردمان، روشان فؤاد، عبد الله صالح الواجعي، حسام بكري، هشام عبد الباري، محمد الشعيبي، أمين العتيبة، عبد الهادي فرحات، فادي بقاش، جابين عطية. نتحدى الظروف ونواجه الصعاب. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، مأرب. أعلنت بلدية الاحتلال الإسرائيلي خطة استيطانية تستهدف مصادرة أكثر من 500 دونم من أراضي القدس المحتلة، لتبدأ بخطوات فعلية من تنفيذ مشروعها الاستيطاني بحجة التطوير البيئي. بهدف توسيع المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقدس وعزل الأراضي الفلسطينية عن محيطها، نشرت بلدية الاحتلال إعلانات وصور لخريطة هيكلية تنظيمية بموجبها تم تنفيذ مشروع إسرائيلي جديد ومصادرة أكثر من 530 دنما من أراضي القدس المحتلة، مبررة ذلك أنها مشروع لتنفيذ استعادة المناظر الطبيعية والتطوير البيئي وإنشاء موقع دفن لفائض الحفريات. يعني هذه السياسة سياسة جديدة قديمة، إسرائيل تعتمد على وجودها، على إنشائها، على تاريخها في بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية من 1948 إلى اليوم، في وخاصة الحملة الكبيرة التي الآن تقوم بها إسرائيل ضد مدينة القدس المقدسة، وأخيرا في شعفات والعساوية لبناء تحت حجج واهية، تحت توسيع، تحت بناء منتزهات، تحت حجج بيئية. هذا كل السياسة الإسرائيلية الهدف منها هي إخلاء مدينة القدس وأضعاف التواجد الفلسطيني منها. أعلنت ثم منحت بلديات الاحتلال أهالي الأراضي مهلة لمدة شهرين للاعتراض على الخريطة المعلنة. كيف ذلك وفي الوقت نفسه قامت قواتها وآلياتها بعزل المنطقة كلياً من ناحية بلدة عناتة ومخيم شعفات وجدار الفصل العنصري المقام عليها بالأسلاك الشائكة، ما جعل الدخول إليها أو الاستفادة منها أمرا صعبا جدا. وهذا المشروع الصهيوني هو مشروع لإنهاء القضية الفلسطينية اللي هي قضيتنا، هي في القدس بالأساس. القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية، نفض ندافع عن القدس مهما كلفنا الثمن. لذلك نطالب كل الدول الإسلامية والعربية والمساندين للقضية الفلسطينية الدفاع عن أقصانا والدفاع عن القدس، لأنها القدس هي عاصمة فلسطين، ولا ممكن إنه إحنا نتنازل عن القدس. هي القدس هي البداية. إحنا منطالب أهلنا في القدس، في القدس الشرقية، إنهم ما يلتزموا بقرار الاحتلال، لأنه هذا القرار الاحتلال ظالم. هدف الأول والأساسي إنه تهويد القدس والتخريب والزحف الاستيطاني. منطلبهم الصمود بأراضيهم وعدم الانصياع الكامل مع هبة شعبية من كل دول العالم، لأن هاي القدس مش بس لفلسطين، هي للعرب كلياتها. يعتبر هذا المشروع ليس بجديد، خاصة أنه طرح في عام 2015 وتم الاعتراض عليه من الفلسطينيين والمجلس القطري للتنظيم والبناء الإسرائيلي، والذي قدم توصية بالبحث عن مكان بديل للمشروع بعيدا عن التجمعات السكنية، ما جعل إعادة طرحه يشكل الخوف والقلق للسكان، خاصة وأنه يتضمن أمر ترحيلهم وتهجيرهم من المنطقة التي يتواجدون فيها. عادة عندما يريد الاحتلال إقامة مشاريعه الاستيطانية في منطقة ما، فإنه أولا يقوم بعزلها بكل همجية، ومن ثم يدعي أنها غير مستخدمة ومتروكة، وبالتالي يحق له السيطرة عليها. عبد الهادي فرحات، لقناة اليمن اليوم، فلسطين المحتلة. إلى ذلك، أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بجروح في هجوم شنه مستوطنون على بلدة حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة بحسب إعلام عبري. وذكرت الأنباء أن مستوطنين رشقوا سيارات فلسطينية في حوارة الواقعة جنوب مدينة نابلس بالحجارة، وهاجموا عددا من متاجر البلدة. وأضافت أن 3 فلسطينيين بينهم طفل عمره 3 أعوام أصيبوا بجروح نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل المستوطنين، وألحقت أضرار بنحو 20 سيارة
ومحلين تجاريين فلسطينيين. في الشأن السوداني، دعا مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي جميع الأطراف في السودان إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد، مؤكدا على أولوية الحوار بين الموقعين على وثيقة الإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام. وقالت إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي إن المجلس يؤكد ضرورة استمرار الاتحاد في مرافقة السودان أثناء هذه العملية الانتقالية من خلال جهود رئيس المفوضية وجيران السودان والهيئة الحكومية للتنمية. في سوريا، ارتفعت حصيلة القتلى في المواجهات التي شهدها سجن غويران في الحسكة إلى 166 قتيلا، بينهم 114 من تنظيم داعش الإرهابي. واندلعت مواجهات عنيفة في المنطقة بعد شن عناصر من تنظيم داعش مساء الخميس الماضي هجوما على السجن الذي يحتجز فيه نحو 5000 عنصر تابع للتنظيم الإرهابي. وفي أخبار كورونا، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل 57 إصابة مؤكدة بالفيروس في 7 محافظات. وقالت في حسابها على تويتر إن 17 إصابة سجلت في حضرموت، و14 في تعز، و8 في عدن، و7 في الضالع، و6 في المهرة، و3 في مارب، و2 في شبوة، فيما لم تسجل أي وفيات أو حالات شفاء. وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 11,096، بينها 2054 وفاة و8,210 حالات تعافٍ. عالميا، تجاوز المصابون بالفيروس التاجي حاجز 356.5 مليون شخص في ظل استمرار تفشي متحور أوميكرون في مختلف دول العالم. وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد-19 تعدى 356,731,000، فيما تجاوزت الوفيات 5,626,000، وبلغ من تم شفاؤهم نحو 282,891,000 شخص. قامت فرق الإنقاذ بإجلاء آلاف الأشخاص العالقين في سياراتهم على طريق سريع في العاصمة اليونانية أثينا بعدما اجتاحت عاصفة ثلجية البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة إنه تم إجلاء أكثر من 3500 شخص في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وترك البعض سياراتهم وتحركوا سيرا على الأقدام، لكن ظل نحو 1200 سيارة عالقة على طريق أتيكيودوس وهو الطريق الدائري الرئيس في العاصمة. ذلك أصيب 15 راكبا حين حاولت عربة سكة حديد سحب قطار يقل 200 راكب كانت قد توقفت في الثلوج الكثيفة وسط اليونان. وفي النشرة أيضا، مع استمرار التدهور المعيشي مبادرة لست وحدك لدعم الأسر الفقيرة في عدن. ثم قضاهم خربوا لي بيتي، الله إن شاء الله انقم النوم يقضبهم يقضب ذريتهم. ناجحة من القضايا في حق الحوثي، ناجحة داني أنا وعيالي. نحن نازحين في حيث مننا أكثر من 30 أسرة. لن يجدوا أي مأوى ولا يجدوا مكان للنزوح، نناشد المنظمات الدولية.
في عدن تمثل الأعمال التطوعية والمبادرات الإنسانية أهمية كبيرة في دعم الأسر الفقيرة والعمل على مساعدتها في ظل الظروف الصعبة والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد. مبادرة لست وحدك طبق خيري يعود ريعه لدعم الأسر الفقيرة. حينما خيمت المآسي والأحزان وتردي الأوضاع المعيشية على الوطن والمواطنين خاصة الأسر الفقيرة، لم يقف المبادرون الخيرون موقف المتفرج، بل سعوا بكل ما بوسعهم لمساعدة إخوانهم المتضررين. حينها انبثقت العديد من المبادرات الإنسانية كبصمة خير ونافذة أمل ويقظة ضمير إنساني، وهذا ما عكسته مبادرة لست وحدك الخيرية في فعاليتها التي أقامتها تحت شعار أغنياء من التعفف، ذلك بالعاصمة المؤقتة عدن. بفضل الله ثم بجهود شباب الفريق أقمنا هذا الطبق الخيري العائد لأسر متعففة التي لا تستطيع الخروج إلى الشارع، ومد يد العون، وهم الذين ذكرهم الله في قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فهذه الفئة من الأسر الفقيرة هي الأشد احتياجا، ويجب علينا الوقوف معهم ومساعدتهم وإشعارهم أنهم ليسوا وحدهم وإنما نحن معهم، ونحاول بكل ما أوتينا من طاقة كشباب أن نكون معهم. بيتم بيع الوجبات اللي قدمت إلينا، والعائد بيكون للأسر المتعففة اللي مش قادرة تقول نحن هنا ساعدونا، الأسر التي تصارع الأزمات التي نمر فيها. مبادرة إيجابية ذات أهداف إنسانية نبيلة، غايتها مد يد العون والمساعدة لمن تغيرت عليه الأحوال، وذلك من خلال الطبق الخيري الأول الذي يعود ريعه للأسر الفقيرة والمتعففة لشراء مواد غذائية وتخفيف ديونهم المالية. مبادرة ممتازة جدا من الشباب، يعني بحكم أن إيش بتساعد الأسر، لذلك حبيت إيش أن أدعمها الآن حاليا، وخصوصا إيش بهذا الوقت بالذات، يعني فهمت إيش في أسر متعففة في البيوت. يعني أنا لدعم الحملة هذه لست وحدك لدعم الأسر المتعففة، وإن شاء الله يكون في ميزانة حسنات المقيمين على هذا البرنامج، وإن شاء الله يتطلع المستوى وكل الشباب يشوفوا هذه اللفتة الحلوة ويكثروا منها. أنا بس أشيد بالناس اللي عملوا هذا الطبق الخيري عشانه يساعد ناس كثير، والمفروض صراحة الشباب كشباب عدن يعني لازم يصلحوا كثير من هذه الطبقات الخيرية عشان الناس متعففين في بيوتهم مش قادرين يخرجوا يقولون إحنا محتاجين، فهذه حاجة كويسة جدا. وصراحة التجار كمان الناس اللي عندهم إمكانية لازم تساعد هذه الطبقة الخيرية، لازم تعطيهم عشان هم يساعدوا الناس. تجسد المبادرة في فعاليتها صورة التكافل الاجتماعي والتراحم والتآزر والإحسان، بما يسهم في تعزيز هذه القيم بين أفراد المجتمع الواحد، وليبقى في الحياة أمل. معين ردمان، لقناة اليمن اليوم، عدن. وفي الملف الاقتصادي، ميليشيا الحوثي تفتعل أزمة في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية بمناطق سيطرتها شمال الضالع وشرق إب. ومتحور أوميكرون أدى إلى تباطؤ اقتصادي أمريكي وعالمي مع بداية العام الجاري. جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي، حيث تشهد المناطق الخاضعة لصدارة ميليشيا الحوثي شمال محافظة الضالع وشرق محافظة إب أزمة مفتعلة في مادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية. وقالت مصادر محلية إن مديرية جبن، دمت، قاضب والحشا بمحافظة الضالع ومديريتي النادرة والسدة بمحافظة إب تعاني من أزمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي وسط ارتفاع لأسعار المواد الغذائية بشكل جنوني. وأضافت المصادر أن سعر الدب البنزين أو الديزل سعة 20 لترا تتراوح بين 25,000 إلى 28,000 ريال، وتباع أسطوانة الغاز المنزلي ب 15,000 ريال. تم في عدن التوقيع على مشروع صيانة وإعادة تأهيل عدد من الطرق بمحافظة الضالع بتكلفة 944 مليون ريال. وتنص الاتفاق على استكمال مشروع صيانة وإعادة تأهيل الشارع الرئيسي بمدينة قاضبة بطول نحو 3 كيلومتر وخط حرير شكع بطول نحو 3 كيلومترات. قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري نبيل أدوس ستكون جاهزة لتصدير الغاز إلى لبنان نهاية فبراير المقبل، وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب اللبناني على الكميات والتسعير، وسيتم الإعلان عن التفاصيل وقت توقيع العقود.
مؤكدا أن شركة مصرية تنفذ حاليا إصلاحات في الأجزاء التالفة في خط الغاز مع لبنان نظرا لتوقفه لمدة 10 سنوات. رفعت الحكومة السودانية أسعار الكهرباء في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية، وشملت التغييرات السعرية التي تطبق بأثر فوري زيادة حادة في أسعار الاستهلاك الزراعي من جنيه وستة قروش للكيلو واط إلى 9 جنيهات، كما تشمل زيادات كبيرة للاستهلاك المنزلي. وقال وزير الطاقة السوداني أنه من الصعب على الحكومة في الظروف الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة، مضيفا أن إنتاج الكهرباء سيتكلف 2,400,000,000 دولار خلال العام الجاري. وأخيرا، شهدت الولايات المتحدة تراجعا في نمو الخدمات والتصنيع في حين تباطأت قطاعات الخدمات في أوروبا وآسيا. وقال مسح لمديري المشتريات إن ارتفاع معدلات العدوى مدفوعة بمتحور أوميكرون الذي أدى إلى تباطؤ اقتصادي أمريكي وعالمي مع بداية العام ليسجل أدنى مستوى له في 18 شهرا نتيجة غياب الموظفين المصابين والقيود الحكومية. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. بعد تحرير كامل مديرية حريب جنوب مارب، استمرار التقدم للسيطرة على العبدية. معارك قرب أم ريش والعمود جنوب مارب وتقدم في برط العنان بالجوف. ميليشيا الحوثي تستغل انقطاع الإنترنت وتشن حملة اختطافات في صنعاء ومناطق سيطرتها. لقاؤنا في 11:30 على خير في أمان الله.